العديد من اللاعبين بإمكانك أنك تتعرف عليهم لما يكونوا صغار بمجرد النظر إليه، ولكن كاين هناك مجموعة من اللاعبين صراحة صدقني أنه يصعب عليك أنك تتعرف عليه. عيدكم مبارك سعيد، عيد أضحى مبارك، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. تحياتي لكل المتابعين من أينما كانوا. في الفيديو هذا رايحين نشوفوا مجموعة من اللاعبين صغار ونسيوا ونتعرفوا من هو اللاعب، يعني نشوفوا صورهم لما يكونوا صغار ونسيوا ونتعرفوا على اللاعب من هو. شاركوا معايا في التحدي هذا، وكل واحد يعلق لي كي نكملوا الفيديو هذا شحال من الإجابة جابها صحيحة وشحال من إجابة أخطأ فيها. يلا نبداو في هذا تحدي عيد الأضحى، مادام عارف باللي في المساء تاع عيد الأضحى ما كاين ما يدار، يلا لعبوا هذا التحدي مع بعض. نبداو على بركة الله بأول صورة، كما تشاهدون هذا اللاعب واضح رياض محرز، ما عنديش شك هذه الصورة يعني معروفة، أو في الأخير هو اللاعب رياض محرز بطبيعة الحال. إجابة الأولى صحيحة. الصورة الثانية كما تشاهدون يعني نوعا ما الملامح تاع أشرف حكيمي يعني واضحة، ولكن ممكن تكون مفاجأة. أنا نقول أشرف حكيمي بطبيعة الحال، أشرف حكيمي هو اللاعب في الصورة. خوتي خوتتي كما تشاهدون ما كانش فرق كبير جدا، ملامح متشابهة، ممكن الصورة ما كانش ينظر للكاميرا هي اللي خلتني يعني في الأول نشك في الصورة. واضح وضوء الشمس خوتي خوتتي. حكيم زياش، عبد الحكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي حاليا، لاعب المنتخب المغربي، اللاعب المغربي الكبير حكيم زياش. واضح وضوح الشمس. بطبيعة الحال إجابة سهلة وبسيطة، راح تصعب يعني التحدي راح يزيد ويصعب، راح غادي ويزيد يصعب خوتي. قول ليه أنا نقول هذا اللاعب هو أغويرو، يعني شبه الأغويرو، وأعتقد بلي أغويرو. أوكي أغويرو هذه سهلة. أوكي أغويرو لعب سيتي. هذا فرناندو توريس، فرناندو توريس تعرفوه، فرناندو توريس لاعب الإسباني، فرناندو توريس بطبيعة الحال لاعب المنتخب الإسباني. هذا غاريث بيل، غاريث بيل لكل محبي كرة القدم شاركوا معي، شاركوا معي وقولوا لي شحال الإجابة جبتوها صح. غاريث بيل ومسعود أوزيل، مسعود أوزيل من اللاعبين اللي عنده عينيه يعني حتى وتحطه في وسط 20,000 واحد. تعرف لاعب مسعود أوزيل لاعب التركي من أصول تركية، لاعب منتخب الألماني طبيعة الحال معتزل. هذا شكون هذا؟ والله إجابة تكون صعبة جدا، ولكن ممكن أن نقول راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد. لا اها تيو والكوت، يعني لو كنت نشوف هذا اللاعب يعني ساعات طويلة ما كنتش نعرف شكون هو هذا. يعني تيو والكوت نعرفه، ولكن يمكن ما كان صغير ما عرفتوش. حتى هذا وجهه يعني ماهوش بعيد علي، وجهه ماهوش بعيد علي يا خوتي. علقولي علقولي ساعدوني، انا محتاج الى جوكر. اوي دخية، والله وجهه غير بعيد. اوكي دافيد دخية حارس المنتخب الاسباني. هذا رونالدينيو، رونالدينيو بدون نقاش عزيزي المشاهدين. اوكي رونالدينيو البرازيلي الأسطورة. فان بيرسي، هذا فان بيرسي لاعب اللي كتب التاريخ مع المنتخب الهولندي. اوكي فان بيرسي، يلا زيدونا هذا اللاعب. لما يكون لاعب صغير بزاف ما تقدرش تعرفه. هذا ممكن يكون واين روني، ممكن. لا باستيان شفاشتايجر. اي ما عرفتوش هذا. هذا تشيتاليتو، تشيتا لاعب اللي لعب في مانشستر يونايتد واليوم راه يلعب مع نادي ايفرتون. اها خافير رينالديز الملقب بتشيتاليتو عفوا، لاعب الكبير. هذا شكون هذا؟ هذا شكون خاوتي خوتاتي بالله عليكم؟ انا نقول مانويل نوير، مانويل نوير. لا دافيد سيلفا بعيد كل البعد عن نوير. هذا ستيفن جيرارد متاكد. اوكي ستيفن جيرارد طبيعة الحال لاعب ليفربول سابقا. ليو ميسي، ليو ميسي، ميسي 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 يشبه الابن ليو ميسي لما كان صغير. اوكي هذا شكون هذا؟ كاكا، نقدر نقولوا كاكا. روح تشوف خنيش. لا فالكاو راداميل. او لا لا اخطأت. دروغبا، ديدي دروغبا، تغيرت انا وعن ما يا ديدي، اصبحت اكثر عناق لما كبرت. اللاعب هذا شكون؟ شكون هذا اللاعب؟ وجهه بشوش. راح نقول رحيم ستيرلينغ، ستيرلينغ هذا. لا ماريو بالوتيلي، الله البراءة، ماريو بالوتيلي مستحيل نعرفه. هذا شكون؟ بانكس برو، ثقافتي في كرة القدم بدأت تتدهور، ما عرفتوش. كريم بنزيما الحكومة يا رب. كوتينيو طبيعة الحال، كوتينيو هذا لا نقاش فيه، كوتينيو فيليبي لاعب كبير. هذا شكون هذا برو؟ اي 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 والله شكون هذا برو؟ ماشي هاري كين؟ لا جيمي فاردي، نو واي، رحت من بالي نهائيا. هذا رياض، مرة أخرى نقولها رياض محرز بطبيعة الحال سهل. رياض يا رياض، هذا شكون هذا؟ هذا 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 وجو مارسيلو، هذا مارسيلو،
هذا مارسيلو لاعب ريال مدريد. مارسيلو دي هاي هاي فيرا واضح. هذا كلوز كلوز اللاعب الالماني نسيت ميروسلايف كلوز. اوكي برو ميروسلايف كلوز جبتها برو. هذا سيدورف كلارنس سيدورف. لا خوان كوادرادو اي اي لاعب كولومبي. ميمفيس ديباي ميمفيس ديباي بدون نقاش. ميمفيس ديباي ملي كان صغير عنده ستايل برو سام فايبين برو. هذه جبال كريستيانو رونالدو ولكن ماهوش كريستيانو رونالدو. من يكون يا ترى؟ ايه ايدان جيكو 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 جيكو. يا ربي خليني 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 خليني. هذا هذا جوتس صح ماريو جوتس جوتزي صح يا رب ما نكونش غلط يا رب يا رب. ديبولا اوف والله كنت شك في انه ماشي ماريو جوتزي. لا حول ولا قوه الا بالله. باولو ديبالا صح. هذا لاعب مصري صح. لا 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 هذا ديميتري بايت. ديميتري بايت لاعب الفرنسي. اوكي ديميتري بايت تعرفت عليه في لحظات اخيره. هذا اللاعب اوباميونغ. اوباميونغ لاعب اوكي اوباميونغ. يلا زيد. هذا مارسيال لاعب نادي مانشستر يونايتد. انا نقول مارسيال برو واضح واضح برو. انطوني مارسيال. هذا وجهه مألوف وجهه مألوف والضحكة مألوفة ولكن شكون هو؟ والله ما نكذبش عليكم ما عارف لما نشوف الإجابة يخيب أملي لأني كنت قادر نجيبه ولكن ما خليش الصورة تروح. كنحاول على الأقل نحاول. أعطوني خمسة ثواني راح نقول أنه هذا اللاعب توماس ميلر. توماس ميلر والله جبتها سبحان الله العظيم. يعني ركزت 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 جبتها. هذا يعني ظهوره مش بال حتى لاعب كرة قدم. قادر يكون كل شيء إلا لاعب كرة قدم. ما نتعرفش عليه هذا ما نتمكنش متعرف عليه ما نقدرش. دافيد لويز. وهذا شكون؟ What the hell؟ هذا لاعب كرة قدم متأكدين ليس للتنمر ولكن جون تيري. جون تيري والقصص الغريبة. هذا 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 بالاك 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 لاعب ألماني. لا فاك مانويل نوير أخطأت فيك يا مانويل نوير. هذا لاعب داني ألفيش. داني ألفيش أوكي بيبي. داني ألفيش تحياتي لك. هذا إيدن أزار إيدن أزار ويه إيدن أزار. هذا أليكسيس سانشيز متأكد. أوكي يشبه نفسه يعني مني كان صغير. هذا 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 راني شايفه برو. كان مانيش متأكد. أنا شايف وجه هذا. أنا عندي عندي قدرة أني نذكره. عندي قدرة أني نذكره برو ولكن نحاول معه. نحاول معه نعطي نفسي خمس ثواني. واحد اثنين ثلاثة. ما تمكنش نو ما تمكنش منه. اخوان ماطة هذا شكون؟ هذا أريان روبن. اوكي بان بان لي من الصورة يعني ما عرفتوش من الصورة كي كان صغير لكن بان لي من الصورة. دا سواريز لويس. بهذا سواريز نحبس الفيديو هنا يا اخوتي اخواتاتي. كان هذا التحدي. قولوا لي في التعليقات تحت كم من اجابه جبتوها صحيح كم من اجابه اخطأتوا فيها. يلا علقوا لي تحت في تحدي هذا عيد الاضحى المبارك. نتمنى انه يكون عجبكم الفيديو. نلتقي في فيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Peace.